إنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى لدى حماس، هكذا تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن وفق موقع أكسيوس أن يقضي الأشهر الستة المتبقية من ولايته. تعهد يستبق اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيتناول الجهود المبذولة حيال تحقيقه. بايدن، ودائما بحسب الموقع طبعا، أوضح أنه سيواصل العمل مع طرفي النزاع سبيلا لبلوغ الهدف الذي بات قيد التحقيق وفق تعبيره. أيضا الرئيس الأمريكي التقى إلى حد كبير مع كلام نتنياهو أمس أمام عائلات الأسرى في واشنطن، حيث أبلغهم بأن الظروف مواتية للتوصل إلى صفقة. وبايدن كذلك أيضا كاميلا هاريس نائبته التي تعد المرشحة الأوفر حظا حتى الآن للفوز بتذكرة الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، فهي ستلتقي مع نتنياهو بشكل منفصل عن الرئيس الأمريكي بايدن، وتؤكد وفق أكسيوس التزامها بضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من تهديدات إيران وميليشياتها بما فيها حزب الله وحماس. وقد نقل أكسيوس عن مساعد هاريس قوله إنها كانت نائبة الرئيس الملتزمة التزاما ثابتا بأمن إسرائيل، ولا يزال هذا صحيحا حتى اليوم.